يعني شو فيها اذا ضلني جنبه بدير بالي عليه؟ خاصة هلا ما عاد ضل له حدا. لك من وين لوين يا بنتي؟ من وين لوين؟ نعيدها بالله استاذ؟ ايه خلينا نبلش ابو علي من عندي. خمسة أربعة ثلاثة أكشن. بدك العالم آخر عمري تحكي وتقول بنت رشيد بيك عم تشتغل ممرضة على الفلاح كان يشتغل عنده؟ بس هذا الفلاح بني آدم وحضرتك اللي علمتني هذا الكلام. هذا الفلاح وقف بوشه لصهرك العزيز ليدافع عني. هذا الفلاح خسر كل أهله ومستعد يخسر حاله بسببي. إذا بتضلي تحكي من هون لبكرة لا يعني لا. عمتي مشان الله احكي كلمة. أرجوك يا عمتي لا تجبريني أكسر كلمتك. تعرفي إنه أنا ما بحب هالشي هذا ولا بريده. يلا تفضل. يلا. هيك قال لها. بالنسبة لك المهم صار المهم. يلا 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 يا اخوانا تصور بتضل هيك؟ لا لا عن جد ضل هيك؟ لا بدك هيك؟ وحياة الله مجلوق هيك كثير بعد هالوقح والكذا وهالقصص هي عادي صار الموضوع طبيعي. خمسة أربعة ثلاثة أكشن. لا ما هيك قال لها قليل أدب مو هيك؟ تعرف أنا شو كنت بعمل لو كنت محلها؟ بخلي الحمار يجره ويمسح فيه الارض الى انه وقح. المهم